الحمد لله الذي اصطفانا بوراثه التنزيل وجعل حفظنا له من حفظه اياه من التحريف والتبديل وشرفنا بما حملنا من قراءاته وضبط اداء حروفه وكلماته وتحرير وطرقه ورواياته ونصلي ونسلم على سيدنا محمد مطلق الخيريه اذ قال صلى الله عليه واله وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه وعلى اله وصحبه ومن ترسمه في هديه وبعد فقد وصلنا بعون الله وتسديده في المحاضرة السابقة إلى قول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ورضي عنه ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا وقد شرحناها بما يفيد ونحن الان عند الذي يليه وهو قوله وما كان ذا ضد فاني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا فهنا يشير الامام الى ان الخلف الذي يورده قد يكون له ضد وقد لا يكون له ضد بمعنى انه اذا قيده قد يكون لهذا القيد ضد وقد لا يكون له ضد فما كان من القيود له ضد فانه يستغني بذكر الضد عن ضده اذن ما كان من القيود له ضد فإنه يستغني بماذا بالضد عن ذكر الضد بمعنى أنه اختصارا واجتزاء لا يذكر الأشياء برمتها وإنما يذكر ماذا إذا ذكر الخلف القرائية والوجه القرائية ها؟ على وجه فإنه يفعل ماذا وقيده بما شاء ان يقيده وكان لهذا القيد ضد فانه يستغني بالضد عن الضد يعني يستغني بالضد عن المتروك يكون الضد دلاله على المتروك اليس كذلك اذن هو يلتفت الى ماذا الى الذي لم يذكره من الخلاف فيذكر ضده ويستغني به عن ماذا عن ذكر عن ذكر ضده وطلب منا ان نزاحم بالذكاء ان نزاحم بالذكاء لنفهم هذه الاشياء وندركها على ما اراده رضي الله عنه فبدا بالتمثيل فقال كمد نعم حينما قال كمد اشعرنا بانه لم يذكر كل الاضداد لم يذكر كل الاضداد وقد ترك اشياء كثيره كالتقديم والتأخير والقطع والوصل والتحقيق والتسهيل وما إلى ذلك وإنما ذكر لنا بعض النماذج فقط فقال كمد فهذه الكاف هنا تدل على على أنه لم يستوفي ولم يستوعب وإنما انتخب لنا ومثل لنا ليصلنا شرطه وفكرته ومذهبه جميل فقال رضي الله عنه كمد وإثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصل فقوله كمد المد معروف لديكم أنتم أهل القراءات المد ضده ماذا؟ ضده القصر فإذا ذكر خُلفا وأتى بوجه قرائي وذكر أصحابه وذكر أنهم يمدون فالذين سكت عنهم ماذا يفعلون؟ يقصرون وهذه الاضداد حتى لا يفوتنا هذا منها ما يطرد وينعكس ومنها ما يطرد ولا ولا ينعكس وسياتينا هذا في الامثله باذن الله مبينا مفصلا بحول الله مع قوته اذا اذا جاء بوجه قرائي وذكر اصحابه وذكر انهم يمدون فالذين سكت عنهم ماذا يفعلون يقصرون فلناتي بمثال كقوله مكانات مد النون في الكل شعبة مكانات مثلا مد النون في الكل شعبة والمدود عنده على على انحاء وسياتينا تفصيلها سياتينا تفصيلها هنا بمعنى زيادة الالف بين النون ماذا والتاء مكانات اذا لما قال مكانات مد النون في الكل حيث جاءت في القرآن شعبة وصرح بالاسم سكت عن من؟ سكت عن الباقيين سكت عن الباقيين الذين هم دون دون شعبة هم باقي السبعة أو الستة مع مع من؟ مع حفص الستة مع مع حفص لأنه قسيم قسيم شعبة في الإمام الذي هو الإمام عاصم جيد إذا قرأ مكانات ممدودة النون أو بألف بين النون والتاء شعبة طيب فالذين سكت عنهم يقرؤون ب بالقصر أي بقصر النون أي بإبقاء حركة الفتح فقط ولا زيادة على ذلك إذا فتبين لنا أنه لما قال بالمد وذكر المد لأصحابه تعين من ذلك أن المسكوت عنهم لهم ضد المد وهو وهو القصر وفي قوله أيضا وفي حاذرون المد ما ثل مثلا جميل جميل لأن الميم رمز والثاء أيضا أيضا رمز جميل إذا حاذرون وحذرون وإنا لجميع حذرون أو حاذرون فذكر المد لأصحابه والذين سكت عنهم ما لهم ما الذي لهم لهم القصر والقصر بينما هو حذف الألف التي بين الحاء بين الحاء وماذا والذال عرفتم هذا إذن وفي قوله أيضا وقصر قياما عم قياما تقرأ بماذا بالمد والقصر بألف بين الياء والميم وبحذف الألف على القصر هذا مثال القصر أليس كذلك مثال القصر الذين يقصرونهم أصحاب رمز عم وهم نافع وابن عامر يقرؤون ماذا قيما فالباقون يقرؤون ماذا مم. إذن هذا مثال لماذا للقصر إذا ذكر المد فالمسكوت عنهم لهم القصر وإذا ذكر القصر فالمسكوت عنهم لهم لهم المد ورؤوف قصر صحبته حلا كما تقدم لنا رؤوف قصر صحبته حلا فغير صحبة وغير رمز الحاء الذي هو أبو عمرو ومن رمز صحبة حمزة والكساء وشعبة وشعبة صحبة لحمزة والكساء وشعبة يقرؤون ماذا يقرؤون رؤوف بماذا بالقصر فالباقون يقرؤونها بماذا؟ بالمد. اذا اذا ذكر كما قلنا اذا ذكر ترجمه وذكر اصحابها وذكر انهم يقرؤون بالمد فالمسكوت عنهم يقرؤون بالقصر وفي قوله مثلا في باب المد فان ينفصل فالقصر بادره طالبا. هنا يتحدث عن ماذا؟ عن المد المنفصل وهو الذي انفصل ماذا؟ شرطه عن سببه انفصل شرطه عن سببه جميل اذا انفصل الشرط عن السبب فان فيه خلافا منهم من يمده ومنهم من يوسطه ومنهم من من يقصره كما تعلمون فقال هنا فان ينفصل الشرط عن السبب في المد فالقصر بادره طالبا بخلفهما الباء لمن لقالون والطاء لمن ها آه للدوري للدوري قال بخلف يقصران بخلف والذين لا يقصرون وبخلف هم من؟ مم. هم ابن كثير والسوسي وهي بعدها هي بعدها مباشره يروي يوع... كدرا الى اخره تبينا مساله المد اتضحت عندنا وانتم تلاحظون وتلحظون بانه قد يعبر بالمد عن زياده الحرف هذا الذي اقصد ها يعبر بماذا؟ بالمد عن زياده الحرف عن زيادة ويعبر أيضا بالقصر عن عن حذف عن حذف الحرف أيضا كما سنفصله في مكانه إن شاء الله وفي مواضعه بعدها ما الذي قال قال كما الدين وفرغنا منه وإثبات الإثبات ضده ماذا ضده الحذف إذا أتى بترجمة وذكر فيها الإثبات لأصحابها فإن المسكوت عليهم والمسكوت عنهم فإنهم يقرؤون بماذا؟ بالحذف يقرؤون بماذا؟ بالحذف مثال ذلك مثلا في باب الزوائد مثلا يقول وتثبت في الحالين درا لوامعا وتثبت أي هذه الياء في الحالين أي في حال الوصل والوقف في وصلها والوقف عليها درا لوامعا فالدال من درا رمز لمن؟ رمز لابن كثير واللام من لوامعا رمز لمن؟ لهشام وبعد ذلك الى ان قال في الوصل حماد شكور امامه الى اخره ولا نريد هذا الان. اذا الذين ذكر لهم الاثبات لهم الاثبات والمسكوت عنهم لهم ماذا؟ لهم الحذف لهم الحذف مثال الاثبات ايضا وقبل يقول الواو غصن لانه قد ذكره ولم يذكره بصيغة بصيغة ماذا؟ بصيغة الاثبات آه وقبل يقول الواو مع انه اثبته ولم يذكر بانه اثبت وانما تبين لنا معناه من صيغته وقل قال موسى واحذف الواو دخل لا وقل قال موسى واحذف الواو دخل لا هذا مثال لماذا؟ للحذف جميل مثال للحذف وقال موسى قال موسى هم قال موسى وقال موسى قال وقل قال يعني بغير واو يعني بحذف الواو نعم وقل قال موسى بغير الواو وقال وحذف الواو من الذي يقرأ بحذف الواو هم من أصحاب رمز الدال من قوله دخل لا أليس كذلك وهو ابن كثير يقرأ ماذا يقرأ بحذف بحذف الواو إذا الذين سكت عنهم يقرؤون بماذا بإثبات الواو بإثبات الواو فهمنا هذا إذا إذا ذكر في ترجمة لأحدهم أو لمن ذكره بأنهم يثبتون شيئا فإن المسكوت عنهم يقرؤون بضد الاثبات وهو الحذف. تبين هذا وفهمناه، اذا ننتقل الى الذي يليه. قال وفتح. يعني الاول اضطرد وانعكس والثاني اضطرد ايضا وانعكس، الان ناتي الى قوله وفتح. الفتح ضده ماذا؟ هنا الفتح لا يريد به احد ألقابي الحركات وإنما يريده ضدا ويورده ضدا لماذا؟ للإمالة والإمالة تنقسم إلى قسمين إلى إمالة كبرى وإلى إمالة صغرى هذا واضح أليس كذلك وفي الحقيقة لو استغنى عن هذا لكان أحسن لأنه لم يذكر إلا الضد الذي هو الإمالة آه والكبرى والصغرى لكنه لم يذكر الفتح ضداً لهما إلا في موضعين في باب الإمالة حيث قال ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها يريد به ماذا؟ التقليل وأيضا في فرش سورة يوسف حيث قال وبشراي حذف الياء ثبت وميلا وبشراي حذف الياء ثبت وميلا وميلا شفاء وميلا شفاء وقلل جهبذا وكلاهما عن ابن العلاء ها نعم والفتح عنه فذكر الفتح ضدا للإمالة الكبرى ها و والتقليل أيضا حينما قال وبشرايا وبشرايا حذف الياء حذف حذف الياء لمن؟ لأصحاب رمز ثبت الثاء من ثبت أنتم تعلمون هذا فالثاء رمز لمن؟ للكوفيين للكوفيين فيحذفون ماذا؟ يحذفون الياء من كلمة بشراي هم. أليس كذلك؟ قال وميل لمن؟ لأصحاب رمز الشيني لأصحاب رمز إذا حذف الياء لمن؟ للكوفيين الثلاث بشرى جميل وتمال هذه الألف لمن؟ لاثنين فقط من الكوفيين من الكوفيين يعني خرج من؟ خرج عاصم خرج عاصم من من الإمالة اتفق الكوفيون على حذف الياء واختلفوا في الإمالة فاثنان منهم اللذان هما حمزة والكساء ميلا الألف وعاصم أبقى الألف مفتوحة مفخمة كما يقال جميل يقلل هذه الألف آه الإمام ورش ثم قال وكلاهما ما هما آه الإمالة الكبرى والصغرى لمن؟ لابن العلا لمن؟ لابن لأبي عمرو لأبي عمرو والفتح عنه الفتح ضد الامالة الكبرى والامالة الصغرى وما كان اغناه عن عن هذا لانه لا يذكر الفتح ضدا آه لماذا؟ لماذا؟ لانه سيدخل في باب اخر وسياتينا واخيت بين بين النون والياء وفتحهم وكسرين وفتحهم وكسرين فلذلك ما كان اغناه عن عن مثل هذا وسياتينا مفصلا باذن الله. آه نقول ماذا؟ اذا الفتح هنا لا يريد به احد القاب الحركات وانما يريده ضدا لماذا؟ للاماله والاماله تنقسم الى قسمين الى اماله كبرى وصغرى جميل ثم قال بعد هذا ماذا؟ ومدغم ومدغم اذا قال كمد وقد اطرد وانعكس. وإثبات وقد اضطرد وانعكس ثم قال وفتح قد اضطرد ولم ينعكس إلا قليلا ولم ينعكس إلا قليلا ثم قال ومدغم الإدغام تعرفونه أه؟ ودونك الإدغام الكبيرة وقطبه إلى آخره فالإدغام بابه واسع ثم سيأتينا في الاحتجاج ما هو الإدغام في اللغة وفي الاصطلاح لكن إذا ذكر ترجمة وذكر أصحابها وذكر انهم يدغمون فالذين يسكت عنهم لهم ضد الادغام وهو ماذا الاظهار اليس كذلك فلا بد من ادغام ما كان اولا وادغام ذي التحريم طلق كن قل الى اخره أه؟ واذا ذكر هذا فالمسكوت عنهم ماذا يفعلون يظهرون اذا ذكر الاظهار فالذين سكت عنهم يدغمون مثال ذلك قوله ومن حي كسر مظهرا ومن حيّ كسر مظهرا تقرأ حيّ وحيّ بالإدغام والفك فذكر هنا ماذا؟ ذكر الإظهار وذكره لمن؟ ومن حيّ يكسر مظهرا إذ صفا هدى إذ صفا هدى احفظوا هذه الأشياء فالرمز لمن؟ في كلمة إذ لمن؟ والرمز أيضا في الكلمة الثانية في أولها لمن في, في الصادل لشعبة وفي الثالثة هدى لمن للمرموز له بالهاء وهو البز يقرؤون ماذا يقرؤون بفك إدغام حية فيقرؤون ماذا أي بإظهارها ها يكسر أي يكسر الياء مظهرا يكسر الياء لتظهر لتنفك من الياء الأخرى فلا تدغم الشاهد عندنا في هذا على ماذا؟ على ماذا؟ على أنه ذكر الإظهار لأصحابه في حية مم؟ يبقى ماذا؟ يبقى ضده للمسكوت عنهم أليس كذلك؟ وضد الإظهار هو ماذا؟ هو الإدغام وهو من حي من حي بالإدغام أحسنتم وبعد هذا مم قال وهمز الهمز معروف الهمز معروف في قوله مثلا وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ إلى آخره وبابه وبابه معروف إذا قال الهمز فالضد ماذا مم سأرى ما الذي تقولون إذا ذكر الهمزة ضده ينقسم الى ثلاثه اقسام فترك الهمز او عدم الهمز ينقسم الى ابدال والى تسهيل والى الغاء الى حذف الى ابدال والى تسهيل والى فاذا قال الهمز عرفنا منه الضد الذي هو يمكن ان يكون ان يكون ابدالا والنسي بيائه ورش ليلا والنسي بيائه مثلا أو أن يكون تسهيلا أو يكون تسهيلا لأعنتكم بالخلف أحمد سهل وسهل سما وصفا إلى آخره وإما أن يكون ماذا إلغاء من غير همز ذكت إلى مثلا وفي الصابئين الهمز والصابئون خذ آه الستة لأن الرمز الخاء وستتهم بالخاء كما تقدم لنا أليس كذلك؟ إذا من الذي يهمز؟ الذين يهمزون هم الستة فنافع يقرأ ماذا؟ بغير الصابون والصابين بغير بغير همزين ولو على هذا الإجاز لأن هذه الأشياء تقدمت لنا فلا نطيل بها وكان عليه أن يستغني بباب الحذف والإثبات عن ذكر الهمز لأنه إثبات وحذف لأنه إثبات هو يجري بين الإثبات والحذف ايضا الا ان يزاد عليه التسهيل والابدال ثم قال وهمز ونقل النقل ضده ماذا هم. ترك النقل النقل ضده ترك ترك النقل هم. فاذا قال في ترجمه بالنقل فان الضد ان يكون هل اتى بضدها ام لا هل ذكر الضد لم يذكر الضد لم يذكر هذا من الاضداد التي طردت ولم ولم تنعكس ولم تنعكس لان فيه سرا وسياتينا باذن الله تعالى فاذا قال مثلا ونقل قران والقران دواؤنا ونقل قران والقران دواؤنا اولا النقل ما هو؟ النقل هو ماذا؟ هو تحويل حركه ماذا؟ حركه الى حركه هو هذا النقل تحويل حركه الى إلى حركة فمثلا نأتي إلى كلمة الأرض فإن الحركة التي على الهمزة ننقلها إلى الساكن إلى الساكن قبله ولتعلموا أن الحركة لا تدخل على الحركة لا ترد على على الحركة أليس كذلك؟ فننقل حركة الهمز إلى الساكن قبله ونقول بأننا مع حذف ماذا؟ المنقول حركته ما حذف المنقول حركته وهو وهو الهمز كذلك في القرآن مثلا الذين ينقلون من هم؟ من هم؟ ابن كثير وحمزة في في الوقف. في الوقف أيضا نعم جميل أحسنت إذن يقول ماذا كانت القرآن فنقلنا حركة الهمزة إلى ماذا إلى الراء الساكنة فحذفنا السكون لأن السكون هو انعدام الحركة كأن المكان ها؟ خال فنقلنا إذن نقلنا حركة ماذا حركة الهمز إلى إلى الراء إلى الراء فصار عندنا ماذا القرى أين الهمزة؟ فحذفنا فحذفنا الهمزة فصار عندنا القرآن القرآن قال ونقل قرآن والقرآن دواؤنا لدى يونس نالان بالنقل نقل ونقل ريدا عن نافع وكتابيه بالإسكان عن ورشنا صح إلى آخر هذه الأشياء لا نريد أن نطيل بها نعم وبعد هذا واختلاس الاختلاس ما هو؟ الاختلاس هو الخطف وعدم الإتمام وعدم التمام وعدم الإكمال والتجزيء والتجزئ والتجزيء ممالاً إلى جهة ما إلى جهة ماذا؟ إلى جهة الحذف أم إلى جهة الإثبات؟ لأننا إذا اختلسنا ما الذي نبقيه من الحركة وما الذي نتركه أكثرها أم أقلها؟ ها ها أه؟ ما الذي نبقيه اذا قلنا اذا قلنا مثلا في يشعركم وبابه آه وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا هذا الاختلاس ماذا خطف الحركه عدم اتمام الحركه انا كنت قلت من قبل واختلس الدوري بثلث تركه في العاصميه واختلس الدوري بثلث تركه إذن ما تبين لنا مقدار المتروك أليس كذلك هذا لم يكن لم يكن في الشاطبية ولم يتبين واختلس الدوري بثلث ترك فإذا ذكر في الترجمة أن الدوري يختلس فالباقون يفعلون ماذا يشبعون الحركة إذا فضد الاختلاس ماذا الإشباع وهل ذكر هذا الضد لماذا لقلة دوره أه؟ لقلة دوره، فإن قيل له فلما فلما ذكره هنا؟ فلما ذكره هنا؟ يجاب عنه بأنه قال: وما كان ذا ضد فإني بضده غني. استغنى بالضد عن ذكر الضد ولا بأس، ولا يلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا. إذن يرادف الاختلاس مصطلح آخر وهو الإخفاء. الإخفاء، ها؟ أه؟ كقول الإمام الشاطبي وإخفاء كسر العين صيغ به حلا وإخفاء كسر العين صيغ به حلا في نعمة مم. في نعمة إخفاء كسر العين صيغ به حلا وأيضا قال وأخفاهما طلق وأخفاهما طلق الرمز أين في الطاء وهو من وهو الدوري في أي كلمة وأرنا وأرني ساكن الكسر دم يدا ساكنا إلى أن قال وأخفاهما طلق أخفى ماذا الحركتين في الرأي أليس كذلك وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.